طبعا اكثر الفلاحين هاجروا للمدينه بسبب شحه المياه، وشحه المياه وانعدام اراضينا ما مشموله بري وبزل وما منظمه وماي ماكو، فاتجهت وين؟ يريد واحد يبحث عن عيشه، يشتغل، تشتغل عمال كلها هسه واقفه بالمصدر، كل فلاحينا اكثر فلاحينا شباب ولدهم كلهم واقفين بالمصدر يبحث عن رزقه، فبسبب شحه المياه وماكو تنظيم ري وبزل.